مرجعية، مو قاعد يموتون؟ سؤال يحرك حتى الضمائر الميتة حول ما يدور في العراق من قمع لم يفرق بين امرأة ورجل أو كاميرا، طالما أنها تصور وتفضح كيفية بقاء السياسي المنطقة الخضراء داخل جدرانها المتصدعة. دليل حي توثق فيه كاميرا الرافدين عمليات قمع متواصلة بحق متظاهري بغداد، وتحديداً ساحة الخلاني التي لا زالت تنزف شهداء وجرحى، وتنوعت تلك الأساليب القمعية، أما مرتكبوها فتختلف مسمياتهم، وهدفهم واضح لم يتغير، وهو إنهاء ثورة تدخل شهرها السادس، وما زالت تشكل الخطر الداهم الذي يطوق العملية السياسية برمتها. قوات الشغب ما خلوا شيء، ما ضربونا بي، ما خلوا شيء، طابوق، حصو، سكين، طشاريات، كسريات، يعني ما خلوا شيء، رصاص حي، دخان، صوتيات، هذول كلهم. ترى هواي أطفال فوق جاي ينضربون، جاي يتأذون، أزمة توعية وأزمة ثقة ماكو. شوف، في ظل سياسة الموت التي يرسم بها سياسيو المنطقة الخضراء شرعيتهم، يوقد هذا القمع الممنهج الحياة في شعب تسلح بإرادة حديدية وعزم على طرق جميع رؤوس الفساد. ولحد هذا اليوم، عندنا شهداء وعندنا جرحى، فما أعرف يعني ذولا بشر، لو ما أعرف شنو ذولا يعني للأمانة. واليوم الحكومة لحد هسه الحكومة ما جاءت تنفذ مطالب الشعب، أبد والله، أبد والله، أبد والله، ثلاث مرات عدت لك إياها. الجيل ما يضربون فينا؟ ها؟ مستمرين على سميتنا، وما نرتاح إلا منتصرين إن شاء الله. انتصار مرتقب يتشكل في قلب الثوار، وما زال صدرهم يخبئ قائمة طويلة من المطالب والأحلام، في ظل رغبة مكبلة بقيود حكومة وميليشيات فقدت شرعيتها منذ أول قطرة دم سالت في ميادين الثورة.